احب اتلمس ارادتك، ولكني لا اعرف الطريق جملة وتفصيلا، ولذلك في كل يوم اقول مع المرتل في المزامير: عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها، علمني ان اصنع مشيئتك، روحك القدوس فليهدني الى الاستقامة. اقول ايضا: اهدني الى طريقك فاسلك في حقك، عرفني يا رب سبلك، اهدني في سبيل المستقيم. ويقول ايضا في المزمور الكبير: غريب انا على الارض فلا تخفي عني وصاياك. باستمرار نقول: مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب انير لي برك، علمني ان اصنع مشيئتك. وفي اخر كل صلاه نقول: سهل حياتنا، ارشدنا الى العمل بوصاياك. ونقول في القداس الالهي: اهدنا يا رب الى ملكوتك. انا يا رب كثيرا ما اسقط وابعد عنك، وانت تقول: ارجعوا الي فارجع اليكم، تقول: ارجعوا الي فارجع اليكم. وانا اريد ان اناقش هذا الامر معك: كيف نرجع اليك؟ كيف نرجع اليك ان لم ترجع انت الينا؟ ترجع الينا لكي ترجعنا اليك. يعني بايهما نبدا؟ احنا اللي نرجع اليك، ولا انت اللي ترجع الينا لكي ترجعنا اليك؟ في قصه الخروف الضال، ما كان ممكنا لهذا الخروف الضال ان يرجع اليك. أنت الذي ذهبت وبحثت عنه ووجدته وحملته على منكبيك فرحا. كذلك الدرهم المفقود، ما كان ممكنا أن يرجع إلى كيسك، لكن أنت اللي بحثت عنه وأنت اللي أرجعت إليه. آدم الذي هرب منك واختفى وراء الأشجار، هل كنت تقول له: ارجع إلي فأرجع إليك؟ ما كان ممكنا أن يرجع إليك. أنت اللي رجعت إليه، أنت اللي بحثت عنه ورجعته. يونان الهارب منك، أنت اللي رجعته. إيليا اللي هرب في البرية وقال لك: هدموا مذابحك وقتلوا انبياءك وبقيت انا وحدي، انت اللي ارجعت اليك. توما اللي شك فيك وقال: مش ممكن اؤمن بالقيامه الا لو حطيت صباعي في المسامير، انت اللي جيت له مش هو اللي رجع اليك. التلاميذ اللي خافوا واختبروا، انت اللي رجعت اليهم لكي ترجعهم اليك. شاول الطرسوسي اللي كان بيضطهد الكنيسه وكل يوم يقود رجالا ونساء الى السجن، مش هو اللي رجع اليك؟ انت اللي رجعت اليه علشان ترجعه اليك. اريانوس والي انصنه اللي قتل كثيرا من المسيحيين واستشهد عدد ضخم على يديه، مش هو اللي رجع اليك؟ انت اللي رجعت اليك. ومع ذلك بتقول: ارجعوا الي فارجع اليكم. لا يا رب، انت اللي ترجع الينا.
عشان نرجع إليك. لوحدنا مش هنعرف نرجع. لوحدنا مش هنرجع، مش هنقدر نرجع. وده كلامك. أنت بتقول في يوحنا 15:5: بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. إذا مش هنقدر نرجع إليك بدونك. أنت بترجعنا إليك. أيضا قلت في المزمور: إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعدى المناعون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحارس. فإحنا إزاي هنبني حياتنا الروحية من غيرك؟ إزاي هنبني حياتنا الروحية من غيرك؟ إزاي هنحرس أنفسنا من هجمات الشياطين إن لم تحرسنا أنت؟ نقطة البدء تكون منك مش مننا.